للمزيد من النقاش والمتابعة عبر الهاتف ينضم إلينا سيادة السفير علي الحفني مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير برحب بك يا فندم. أهلا بك يا فندم. خليني أبدأ مع حضرتك مبدئيا بشكل عام عن دلالة هذا اللقاء بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جهاز الاستخبارات الروسية النهاردة. السيد ناريشكين من الشخصيات الهامة جدا في الهيراركي التسلسل الوظيفي والرئاسي في الاتحاد الروسي. هو بمثابة الأمين العام لمجلس الأمن القومي اللي برأسه الرئيس بوتين، وبالتالي زيارة مهمة وعملية تشاور مهمة جدا مع دولة من أهم الدول على المسرح الدولي، دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، دولة ليها حضور في منطقة الشرق الأوسط، ليها تأثير، ليها دور بتلعبه بشكل متواصل ودور مطلوب خلال المرحلة اللي بتزداد فيها التوترات والأزمات في هذه المنطقة. طبعا موضوعات الساعة طرح نفسها على الأجندة، سواء فيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة والتهديد مازال ماثل لاجتياح الجيش الإسرائيلي وقواته للرفح، أيضا الدفع في اتجاه التوصل لترتيبات تضع حد لعملية الاقتتال في قطاع غزة. وأيضا هذا التصعيد اللي بنشهده في العلاقات الإسرائيلية الإيرانية وما يمكن أن يؤدي إليه من تصعيد خطير يمس بالأمن الإقليمي بشكل مباشر وبشكل كبير، إلى جانب الكثير من القضايا الأخرى اللي بتمثل أولوية على الأجندة المصرية والروسية. نعم. على حد سواء سيادة السفير، يعني حتى نتطرق في هذا النقاش، دعنا نعطي المشاهد الكريم لمحة عن موقف روسيا سواء كان من قطاع غزة أو الأزمة هناك أو حتى يعني ما يحدث الآن بين الجانب الإسرائيلي والإيراني، وإلى أي مدى يتقاطع مع مصر سيادة السفير؟ إحنا لو تابعنا موقف روسيا في مجلس الأمن على امتداد الفترة الماضية، على امتداد الست أشهر اللي هي عمر التطورات اللي بنشهدها منذ شهر أكتوبر الماضي، فسنجد أنه روسيا بتتطابق مواقفها مع مصر وتتشابه في أحيان أخرى، وخاصة فيما يتعلق بأنه ما يحدث من مسألة إبادة أو مسألة تجويع أو مسألة حصار الشعب ومنع دخول المساعدات بشكل كافي، كل ده يتعارض مع القانون الدولي، يتعارض مع مبادئ ومرامي الأمم المتحدة، وبالتالي احنا لو نتابعنا برضو موقف الاتحاد الروسي فيما يتعلق بالقضايا اللي مطروحة على محكمة العدل الدولية، يعني هنجد انه في تطابق وفي تقارب شديد في المواقف المصرية والروسية اللي بتستهدف إعادة الاستقرار لهذه المنطقة، حقن الدماء في قطاع غزة، إيجاد أو السعي لإيجاد حل ينهي القضية الفلسطينية أو ينهي صراع الشعب الفلسطيني أو العذاب اللي بيتعرض له الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 70 عاما، وده انطلاقا من رأي واحد وموقف واحد فيما يتعلق بضرورة إنشاء دولة فلسطينية. نعم. وعاصمتها القدس الشرقية. هذا هو الموقف المصري والروسي على حد سواء. يعني على هامش هذا اللقاء دعني أسألك سيادة السفير، إلى أي مدى مصر نجحت في عمل حشد دولي ليكون يعني أو للجذب ناحية الموقف المصري فيما يتعلق بضرورة وقف إطلاق النار، والموقف المصري فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، إلى أي مدى مصر نجحت في هذا الحشد الدولي سيادة السفير؟ زيارة المسؤول الروسي بتؤكد هذا،
انه التواصل ما بيننا وما بين موسكو مستمر، مش قاصر على هذه الزيارة فقط، انما مستمر في اتصالات بتجمع وزيري الخارجية، في لقاءات بتتم بين وزيري الخارجية، على هامش فعاليات عديدة بيحضرها المسؤولين في البلدين، تنسيق فيما يتعلق بالموقف العربي في أروقة الأمم المتحدة، سواء كان في مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال البعثة بتاعت الجامعة العربية، من خلال العضو العربي في مجلس الأمن اللي هو الجزائر. وبالتالي احنا بنتواصل مع كافة الأطراف الفاعلة على المسرح الإقليمي والدولي، مع الولايات المتحدة الزيارات واللقاءات والتشاور لا يتوقف أبدا، أيضا فيما يتعلق ب عملية التشاور المستمرة مع الصين والقيادة الصينية والمسؤولين الصينيين، مع بريطانيا، مع الاتحاد الأوروبي، مع فرنسا اللي بينعقد فيها مؤتمر آخر مهم في الوقت الراهن. وبالتالي ده يدل على شيء، يدل على مدى نشاط الدبلوماسية المصرية، وخاصة الدبلوماسية الرئيسية. احنا استضفنا مؤتمرات كتير مهمة هنا، استضفنا الكثير من الزعامات الدولية، وبالتالي يعني احنا وصلنا رأينا، وصلنا وجهة نظرنا، تبنى العديد من الأطراف الدولية هذا الموقف وهذه الرؤى المصرية، لأنها رؤى بتحقق الغاية بتاعت المجتمع الدولي كله في أنه تنصرف جهودنا لتحقيق التنمية المستدامة اللي بتنشدها شعوبنا، والعمل في سبيل الحد من النزاعات الدولية والحد من الحروب. طيب سيادة سفير، يعني دعنا ندخل في جانب آخر، والسؤال اللي دائما ما يطرح نفسه خاصة في هذه الأثناء، لماذا حتى هذه اللحظة لم ينجح المجتمع الدولي في الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، خاصة أنه في قرار صادر من مجلس الأمن بضرورة وقف إطلاق النار؟ لأنه للأسف هذا القرار مثل الحد الأدنى المتفق عليه ما بين أعضاء المجلس، ولم يرقى لمستوى المتطلبات اللي بيفرضها الواقع الأليم اللي بنشهده في الآونة الأخيرة وفي الوقت الحالي. كنا نتمنى أكثر مما توصلنا إليه، وكنا نتمنى أنه مواقف بعض القوى وعلى رسائل الولايات المتحدة الأمريكية يكون أكثر إيجابية، وأننا نجد أقوى قوة في العالم بتمارس سياسة مسؤولة بتضغط على الكيان الإسرائيلي، بتنجح في أنها تحقق وقف إطلاق النار. إنما للأسف أنه بنصطدم باستمرار بما يتوافر لدى الكيان الإسرائيلي من دعم أعمى في بعض الأحيان، دعم كامل في أحيان أخرى، ودعم بشتى الصور طوال الوقت اللي بتمنح لإسرائيل. نعم، وصلت الصورة، وأنا الحقيقة بشكرك شكرا جزيلا سيادة سفير علي الحفني مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا لحضرتك يا فندم.